السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب مع تيزي وزو ونتكلموا على الاشغال تاع التهيئه الخارجيه، وهذه الاشغال يعني تخص الريتوش، اخر الريتوشات، وكذلك بعض النقاط الجديده اللي تمت يعني الاخذ بها في هذا الشهر الماضي هذا اللي فات. اذن الاول نبدا بالاشجار، يعني بعمليه غرس الاشجار حول الملعب واللي رانا نشوفوا فيها الان، وكذلك نقطه ثانيه هي عمليه اضافه المنافذ دي زيسيو دي سكور، يعني يعني سلاليم اللي نشوفها هنايا حول الملعب. اذا هنا نشوف السلاليم هذه اللي راهي حول الملعب، وكذلك عملية وضع لي باسريل، لأنه فيه إن سبيس دو ترانشي، خندق حول الملعب، ولازم دي باسريل باش المتفرجين يمر عليهم، وكذلك أشغال مختلفة نتاع لا فينيسيون اللي رانا نشوفو فيها هنا. والنقطة الأخيرة اللي سوف أتطرق إليها هي قضية الملعب تاع التدريبات اللي راح نشوفوا الصور نتاعها في آخر الفيديو هذا. نشوفوا عملية السياج، وضع السياج تاع الملعب تاع التدريبات، والأشغال تاع لا فينيسيون تاع لي بوردور. وهنا نشوف الأشغال تاع لا بوز دي غارد كور حول الترانشي هذاك لتفادي سقوط داخل الترانشي. اذا هذه هي الاشغال اللي راهي صايره حول ملعب تيزي وزو، بدون ما نذكروا يعني الواجهه تاع الملعب اللي راهي كما راهي، يعني ما يعني تكلمنا فيها من قبل، ما نبقاش دونك اترككم مع نهايه الفيديو هذا، والسلام عليكم.